رح نروح لأولى فقراتنا لليوم، وهي حرفة يدوية تراثية. كانت البوصلة لعمل جمعية المحترف السوري، والهدف في إعادة وإحياء التراث عند الأجيال الجديدة، الرسم النافر على الخشب، وأيضا مشروع الجمعية في تهيئة وتدريب أكثر من 15 إيد حرفية. لنتعرف سوا على جمعية المحترف السوري لوين وصلت بمشروعها لليوم بإحياء تراث حلب. معنا بصباح نغير دونيز أكشر، مدربة خزف بجمعية مركز المحترف السوري، مصطفى نو رئيس الجمعية. يسعد صباحكم، صباح النصر. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. رح نبلش مع حضرتك وتحكي لنا أكثر شوي عن الجمعية وإمتى تأسست. نحن أسسنا الجمعية من تقريبا 15 سنة، كان عندنا مقر في مدينة القديمة، جهزناه بثمان مهن يدوية منقرضة وفعلناها، ودخلوا الإرهابيين خربونا إياهم، وجينا لهون بمقر صغير متواضع في حديقة العامة، وباشرنا ضمن الأزمة نعلن عن دورات تدريبية مجانية. نحن جمعيتنا مجانية، وصار عنا أكثر من تقريبا دورتين وشي تقريبا 40 طالب، بكل دورة تقريبا 20، وبقى منهم عنا تقريبا 15 واحد بارعين، وهلأ عم ندربهم التراث أجدادنا وأبائنا وصاروا بارعين بهذه المهنة. أكيد مدام دونيز، يمكن الهدف من إحياء هالجمعية هي كمان إحياء المهنة والتراث اليدوي عند الأجيال الجديدة، خبرينا عن الخطوات اللي عم تشتغلوا عليها. نحن بالدورات أول شيء بنركز على التصميم الزخرفي، يعني حضرتك ذكرتي أنا تصميمة زخرف وليس خزف، فالزخارف الشرقية ضروري الحرف يكون ملم فيها، دقيق فيها كمان، وهي إذا تعلمها الطفل أو الطالب ممكن توديه يعني منفذ لكل الحرف اليدوية. يعني مثلا عندك نحن الشغل النافر على الخشب أو التطريز أو التنجيد أو الطرق على النحاس، حتى أنه هدول كلهم مبدأهم أول شيء تصميم زخرفي، يعني تعباي المساحة، وبعدين بقى بواحد الحرف إيش بيشتغل بيعبيها. فهي المرحلة يعني بدوراتنا الطلاب اللي اجوا يعني صارت لهم إعادة تأهيل نفسي دون ما نكون عم نقصد تأهيل نفسي، لأنه أسقطوا إيش في تعب نفسي صار عليهم بالحرب على هالرسومات، وطلع معنا إبداعات رائعة. حلو، أكيد أستاذ مصطفى، اليوم عم تسعوا لتهيئوا أكثر من 15 متدرب من أعمار متقاربة تقريبا، خلينا نحكي كيف نقيتوا هاي الشريحة؟ هل في طريقة معينة لحتى يقدروا يجوا يخضعوا لهي الدورات التدريبية؟ هلا نحن التجأنا أكثر شيء للجمعيات الداعمين دعم نفسي، استقطبنا الطلاب اللي بيرغبوا هاي المهنة، وعملنا لهم تقريبا سوبر معلومات، اللي تقريبا نجح بالعمل وحب العمل تابعنا معه، وهلأ بلشوا يطالعوا الأبحاث. نحن هاي دورة تانية، وعملنا معرض سابق بضمن الأزمة سميناه قصة الكتابة من السومرية للعربية. هلأ معرضنا اليوم رح يكون إن شاء الله بعد 3 شهور، تعدد الطوائف والمعبود واحد، واللوحات تقريبا اللي هلا عارضينها بتحكي عن هالشيء هاد. وعندنا مهنتين رخار رح نقوم فيهم، هو المقرنصات الخشبيه، هي كمان لازم نعلمهم اياها للاطفال لاعاده بناء مدينه القديمه ما خربته الارهابيين. وكمان بالذكر نشكر مجلس مدينة حلب إن هي كتير ساعدتنا بهالشي، ولحتى مدينة القديمة، مدير مدينة القديمة، مديرة مدينة القديمة كتير ساعدتنا، ومجلس مدينة حلب كتير قدمنا تسهيلات وأعمال لمساعدتنا للدورات. نعم، خلينا نحكي مدام لكن عن كمان أهمية تهيئة يمكن هذا الجيل الصغير، وكمان إنه تعلمون هي الحرف اللي هي جزء من تراث حلب ولازم نحافظ عليه، لأنه فعلا كانت الحرب مو بس على كل حلب، على التراث والثقافة، فقد ايه مهم هذا الشيء. أكيد صحيح، وكل ما رجعنا لماضينا لحرفنا يلي هل يعني هلا إذا بالعالم كله بتسمعي حلبي شاطر، ليش؟ يعني هو ربنا عاطي مواهب يدوية بمدينة بيحبوا حلب، بهنتهم. إيه، وعندهم يعني هاند مان، هن يدويين أكثر ما إنه بحبوا إنه درس يعني بشكل عام. ف
فنحن هاي نحاول نستفيد منها ونرجع نرجع رغبة الطلاب للحرف اليدوية لحتى نرجع نحيها ونثبت عليها من آثارنا. يعني نحن خصينا بالذكر هديك الدورة قصة كتابة من السومرية العربية لأنه نزلنا على الخشب كل آثار سورية اللي خربوها داعش نزلناها ورجعوا طلابنا تعرفوا عليها وهن هذا جيل ما بيعرفوه يعني كان هالآثار. نعم طيب أستاذ خلينا نحكي شوي يعني مثل ما شايفين كل مجموعة أطفال معهم مدرب أو مدربين من أعمار كمان صغيرة، يعني كمان أنتم مو بس عم تدربوا الأطفال أيضا في مدربين شباب، قد ايه مهم نزرع هي الثقافة كمان عند الجيل الشاب؟ أكيد بالضبط، نحن دربنا من قبل ما تصير الأزمة شباب صغيرة، نحن كتير خرجنا شباب منهم سافروا بالأزمة ومنهم تموا معنا حبوا أني يدربوا هالمهنة هاي ويولدوها لأجيال اللي بعدهم ويصير في ثقافة بهالمهنة. نعم. ولحتى عم نعمل نوع الدهان الدمشقي أو الفن السوري على لوحات مشان أي شخص بسوريا وبحلب أو بلاد برا يحوي هاللوحة الصغيرة يقدر يحويها ببيته بثمن رخيص ويشوف يعني أجداده وتراثه بلوحة صغيرة دائما يتذكر العمل هذا، وإن شاء الله ما رح ينقرض هذا العمل بهذا الجيل لأنه هي هلأ تعد ثروة وطنية إن هالأطفال هاي بس تكبر إن شاء الله دا تعيد بناء مدينة القديمة وننشر كل العمل هذا ننشره بكل بلاد العالم عن حضارتنا وثقافتنا وكتاباتنا القديمة اللي تجسدت على هاللوحات. نعم لكن خلينا إلى أي مدى قدرتوا أنه فعلا تأمنوا فرص عمل للمتدربين؟ هل كان في هيك محاولات تأمين فرص عمل للمتدربين اللي أبدعوا؟ هلأ تقريبا هدول الشباب اللي عم تشتغل معنا في بعض منهم مهندسين بمدينة القديمة نحن عم ندربهم، في عنا تقريبا 4 أشخاص مهندسات ومهندسين، هن هدول رح يجيهم أكيد عمل والجمعية رح تساندهم والأطفال كلها رح تشارك بالعمل وده تتوزع النسبة بالجمعية لكل الأطفال والمدربين والمتدربين. طيب خلينا نحكي مدام دونيز، يعني كمان في مواهب كتير عند الأطفال وانت عم تحاولوا تنموها بالتوازي مع الشغل، خلينا نعرف قديش مدة الدورة تقريبا استمرت؟ هل في تقييم لها في مراحل معينة؟ أكيد أول شيء نحن عاملين دراسة كاملة لهالدورة، هي مدتها 6 شهور وهي أقل شيء لحتى يقدر واحد يعني في شهادات عم تعطوها كمان؟ ايه في وظيفة تخرج، هلا بتشوفون الطلاب عم بيعملوا يعني بلشوا ينفذوها وفي رح ياخذوا شهادة. ونحن الدورة مقسمة 3 مراحل، أول شهرين تعلم الخط العربي والزخرفة، وتاني مرحلة تصميم اللوحة المساحة هندسيا وإسقاط الرسم عليها، وبعدين بيتعلموا النافر وتلوينه والقطع نهاية الأخيرة النهايات التجميلية يعني. وبعدين نحن هلأ هاي عم نحاول يعني ما بنقدر نقول طلع حرفي وراح يفتح محل، راح يكون مساعد مساهم في إعادة بناء إذا إن شاء الله بعد فترة انفتح شغل استثمار أو شيء لترميم بيوت القديمة، فعنا صار نقدر نقول بكل ثقة 15 يد ماهرة تقدر تساهم تحت إيد معلم يعني ينتجوا. نعم أستاذ مصطفى، ضمن التحضيرات اللي عم تحضروا لها أيضا كمان في إحياء حرفة العجمي، خلينا نحكي عنها أكثر بشكل موسع أكثر. نحن التحضيرات اللي عم نعملها أني أني نساعد كل إنسان بريد يتعلم هاي المهنة عم ندعمه ومشكورين كافة الجهات اللي دعمتنا، وعم نريد نحن نعمل كادر عمل كبير للمهنة هاي. ونحن أول دورة بديناها كانت القذائف عم تنزل علينا على حديقة العامة، وتموا الشباب مصرين أول دورة أني رح يكملوا هنن ما رح يأسوا
وكملوا، وهي ثاني دوره كمان ونجحت ثاني دوره، وان شاء الله هن الدوره الثالثه راح يكونوا مساعد مدرب للعمل هذا. نعم. طيب خلينا نعرف كمان اليوم مثل ما شايفين وراكم بالخلفيه هن عم يرسموا عجمي، يمكن مو عجمي، شو ضمنت هاي الدوره؟ شو على شو تدربوا بالضبط اذا بتشرحوا لنا؟ هلا التدريب هلا في الوقت الحاضر على الخشب، هو لانه اصلا هذا النوع من العمل بنشغل على الخشب، بس هلا بيوتنا القديمه واجدادنا كان اخشاب قديمه، خشب طنوب احد الانواع، بس هلا المتوفر حاليا بالنسبه لللوحات عم نستعمل ام دي اف اقل كلفه، وهذا الموجود اللي هو لازم ينحط انواع ثانيه كمان. نعم. بس المواد اللي عم تستهلك مواد مائيه وفي زيتيه، والتصميم طبعا بنستعمل ورق الكلك وورق الكربون او بال 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 بالكربون، يعني في نوعين طرق لاسقاط الرسمة على الخشب، عم نعلمهم نحن كل طرق الحرف، كل شيء كيف اجدادنا كانت عم تشتغل، وما عم نحاول نستعمل تكنولوجيا ابدا، لا كمبيوتر لا عم ناخذ تصاميم الكمبيوتر، ممنوع حدا يسحب رسمه من شي محل، هو بده يبتكر. استاذ مصطفى، شو بتحب توجه كلمه اخيره لكل يمكن الصغار اللي حابين يتعلموا ويكونوا شيء بالمستقبل ويساهموا ببناء حلب، ولكل المدربين والكادر او ورش العمل اللي عم تعملوها؟ بتمنى منهم اني نحن مثل ما اعطيناهم بسخاء ودوره مجانيه مكلفه، بريد منهم كمان هن يضحوا بالمستقبل لما بيجيهم حدا بيحب هالمهنة هاي عن تراثهم، وهي أكيد رح يعطوها، لأنه لو ما هن خيرين على اطلاع على التراث أجدادهم وأبائهم ما إجوا على الدورة. وبتمنى منهم كمان هن بالمستقبل إنه يحيوا هاي المهنة ويدربوا كمان ويعطوا بعطاء سخي من دون مقابل مثل ما هن أخذوا. نعم. سيد دونيز، كمان شو بتحبي تتوجهي يمكن كمان للمدربين الشباب واهالي الاطفال يلي عم بيجيبوهم لحتى يشاركوا بهيك دورات؟ انا بشجعهم بقول لهم بعتوا اولادكم يتعلموا حرف التراثيه، يعني مو بس الحرف الثانيه اللي هلا عم بتدربوا عليها رح تعيشهم، هي كمان باذن الله رح ترجع يعني تحيي، وممكن تكون وارد رزق للجميع ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. نحن بدنا نشكركم كثير على وجودكم، وان شاء الله هيك هي الحرف يمكن اليدويه هي حرف من ذهب، فكيف اذا كانت مطعمه بايدين صغار حابين يبنوا حلب او محافظتهم. شكرا لوجودكم وجهودكم. شكرا لكم على تسليط الضوء لنا ولجمعيتنا واطفالنا. شكرا لوجودكم معنا. شكرا لكم. شكرا كثير.